بأن إحنا الأسسمنت considers factors including إيش هما the extent to which product and services are delivered physically، يعني هل هما بيحتاجوا ل physical presence ولا بيبقوا ممكن virtual، the propensity of customers to use digital channels يعني قديش هما قدرتهم على هاي، importance of broadband and computing infrastructure in business operation، هل في أهمية إلها ولا لا، how mobile a company's customers and workforce are and their average age. طبعا هذه مهمة، هل أنا الزبائن تبعيني عندهم الموبيليتي ولا لا، وقديش عمرهم، لأن العمر الناس الصغار سهل يتغيروا. The significance of social media and innovations like cloud computing. هل أنا بدي cloud computing ولا بدي حاجات يعني من السوشيال ميديا الجديدة ولا لا. How digital innovation might be inhibited by government regulation or other factors. هذول كلهم عناصر أنا بطلع عليهم لما بدأ أقيم في هذا المجال. الآن لما أتكلم ما بكلاسيفيكيشن companies that stand to experience significant digital disruption with the next 3 years are said to be on short fuse. Short fuse يعني في السنوات الثلاثة القادمة في significant change عندي. الآن those that can expect major in 4 to 10 years بنسميها إيش؟ لونج فيوز، يعني الشورت فيوز في حدود 3 سنوات، اللونج فيوز اكثر من 3 لـ 10. فعندي تصنيفين، هذا شورت فيوز ولونج فيوز. الحتميه التغيير في خلال 3 سنوات بقول عنه شورت فيوز، اكثر من 3 سنوات بقول عنه ايش لونج فيوز. الان the size of the impact or the bang، يعني البانج اللي هي الضربه او الضجه، is described as the expected change in percentage term across a range of key business metrics. يعني هذا لما أنا بطلع عليه قديش حجم التغيير أو قديش حجم يعني الضربة في هذا البزنس. Companies that can expect to see from 15 to 50% change in their metrics such as a mix of revenue channels or cost structure will experience big bang. البيج بانج يعني الضربة الكبيرة لما من 5 لـ 50% change. طبعا هذا التشينج ممكن يحصل في التكلفة، تعرفة التكلفة كيف أو قنوات الدخل، كل هذا بيسوي. أقل من 15% بنسميها إيش؟ smaller bang. Big bang من 15 ل 50، smaller bang من أقل من 15. نفس الشيء short fuse 3 سنين وأقل، long fuse أكثر من 3 سنين في هذا المجال. إيش الshort fuse والbig bang؟ هذولا أكثر إشي حتمية عالية للتغيير في وقت يعني في المنظور القريب، وحجم التغيير كبير. إيش هما ICT والميديا؟ هذا واضح. الريتيل الشراء هذا واضح فيه عندي. البانكينج، الانشورنس التأمين، البروفيشنال سيرفيسز، الاديوكيشن، الليزير، الفود، في جزئية جاي قريب للخط مع الشورت فيوز مع سمول بانك هنا في هذا الشغل. الان لونج فيوز والبيج بانك اللي هي المانيفاكتشرينج، تصنيع الهيلث كير، هذا يعني تاخذ وقت عندي بس الحجم كبير، الترانسبورتيشن، الاجريكالتشر، الجوفرمنت واليوتيليتيز. الان الشورت فيوز وسمول بانك، الفود سيرفيسز ممكن تيجي فيها قريبه لها، والكونستراكشن اللي هي البناء ها موجود. اللونج فيوز وسمول بانك زي ايش؟ المايننج، زي والاويل والغاز والكيميكال. هذا بيقول لي وين الصناعات هاي، هذا الحاره اكبر حاره فيها تغيير وتأثير. هذه بتيجي يعني تأثير كبير بس تغيير على فترة أطول، هذه أخف منطقة اللي هي فيها تغيير وتأثير في هذا المجال. Challenge 1 disruption of labor market due to progression automation and use of robotic to replace manual work.
التحدي الآن هذا إيش بصير؟ كثير من الوظائف تختفي لسبب الأتمتة اللي عندي. التحدي اللي بواجه المدينة كيف تعمل هذه سموث as smooth as possible. فعندي هذه بدها تغير يعني في الطريقة الموجودة. Research of the University of Oxford researchers have analyzed impact of computerization on 700 jobs. For each job, the researchers estimated the change of the job being fully computerized in the next 10 to 20 years. The results were clear. 47 of the total employment has a high probability of disappearing due to computerization. Many of those jobs are in the categories office and administrative support, sales and services. هاي المناطق اللي فيها هاي لأنه أتمتت المكاتب والمبيعات والخدمات هذه صار تقدر تعملها لحالك تشتري. The impact two major challenges unemployment طبعا حزيد حجم unemployment وحيصير عندي ناس إيش مش ما لهم الشغل خصوصي هدول unskilled أو older population فهذا بدي يصير لهم إعادة يعني تدوير في هذا المجال وبدي يصير لهم إيش إعادة تأهيل عشان تعطيهم مهارات جديدة ليتأقلموا. الانكم انيكواليتي ذا بنفيت اوف كمبيوترايزيشن اوف هيومن ليبر ويل بي ريب باي اونرز اوف ذا كمباني اصحاب ملاك الشركات هم الايش اللي حيستفيدوا كبير. الهيومن ليبر بيكم ليس امبورتنت فاكتور دو تو ويتش ويل ليد تو ديكريز اوف ويجز حينزل لانه احنا بقدر استبدل بالانسان بالماكينه حتنزل الدخل تبع الايدي العامله. الآن تشالنج 1 disruptive of the market إيش نتكلم 10 common occupant least at risk اللي عند ال probability أقل من 0.1 هدول اللي صعبة يصير لهم تغيير زي إيش first line supervisor of mechanics installer and repair of production worker dentist الآن وجماعتهم الأطباء child family and school social worker physician and surgeon, teachers and instructor, mental health counselor, human resources management, recreation workers, training and development manager, computer system analyst and computer system administrator. كل هدول لهم دخل بالإيش بالمواجهة الحقيقية. هدول بتطلبوا مهارات خاصة مش زي التانية. الحاجات اللي 10 اللي ممكن يختفوا. telemarketers اللي هدول اللي بيبيعوا على التليفونات. يعني في عندنا هذا مش موجودة بس ناس وظيفتهم يتصلوا على التليفونات في الناس ويسوقوا لهم بضاعة هذا في بلادنا لسه مش موجودة. insurance underwriter insurance claim clerk insurance appraiser هذول اللي لهم دخل بالتأمين طبعا الآن بتروح بتدخل بتعبي الطلب لحالك بتسوي يعني أقول لك حاجة زي إيش احنا عندنا لو رحت لأي محكمة أو بدك تعبي طلب هوية أو غيره في كتاب هذول احنا بترزقوا هيك بس لو بدك تيجي على الأرض الواقع ما له مش أي أهمية لأنك أنت بتقدر تعبي الطلب كامل لحالك. cargo and freight agents اللي هي للشحن الآن أنت بتقدر زي ما حكيتها تعبي كل إشي لحالك فبطل لهم أي شيء. packaging and filling machine operators هدول لو أنا بدي المكان اللي بتبيع هذه في الشوارع أو التغليف هذه بطل لها أهمية. Procurement clerks المشتريات مندوب المشتريات هذا ملوش هم bookkeeping accounting and auditing clerks هذول صارت في برمجيات انت بتدخل عليها كل شيء بتعطي هي اللي بتحل بتعطي لك اي شيء real estate brokers اللي انا هذول اللي ببيعوا العقارات اللي بيشتغلوا في سوق العقارات ما الانسان صار العادي بيقدر ينزل واعلاناته على السوشيال ميديا او على المواقع فبطل لهم counter and renter clerk لو انت بدك تتأجر اي شغلة الان زي ما حكينا من على النت بتقدر تتأجر cashiers هذه برا الان انت بتروح على السوق تشتري بتدخل السوبر ماركت بتلاقيش حدا ياخذ منك فلوس او ياخذ البضاعة يسويها انت في ماكينة الماكينة بتحط بضاعتك هناك وعلى الماكينة انت في الباركود اللي بيسويها انت بتمر عليه بتعطيك وبعد ما تخلص
بتقول لك حسابك هالقد، فانت يا بتستخدم الكريدت كارد تبعاتك يا بتحط الفلوس فيها، ولو في باقي بتطلع لك اياه. هذه برا موجوده بشكل كبير، وفروا الناس المحاسبين الموجودها هناك. دنتال لابراتوري تكنيشنز هذول التقنيين تبعت المختبرات الاسنان برضو بطل لهم، لانه صار على النت برضو بتقدر تشتغل هذا الشغل. الآن بناخذ بريك وبعدها بنرجع نتكلم على الليبر ماركت في هذا المجال.